السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي القناة والمدونة. اليوم سوف نقوم بشرح موقعين، هذا الموقعين بهما ألعاب يمكنك أن تقوم باللعب أونلاين، يعني في الموقع، ألعاب خفيفة وصريحة صراحة، فهي رائعة جدا ويمكنك الاستمتاع وقضاء بعض الوقت على في اللعب. بالنسبة للأطفال والكبار كذلك. إذا الموقع الأول هو بوكي دوت كوم كما ترون، وهذا هو الموقع الثاني كارتون نتورك ام دوت كوم. دونك هذه الألعاب كما ترون هنا، فهناك العديد من الألعاب الكثيرة جدا جدا. مثلا يمكن هنا هذا الموقع، يمكنك الضغط مثلا على جيم والاستمتاع بهذه الألعاب. كما يمكنك هنا الاختيار من هنا من القائمة الموجودة على اليسار، هنا يمكنك اختيار موضوع الألعاب، مثلا إما في الرياضة، إما في العديد من الأكسيون، العديد من المجالات. فما عليك سوى اختيار مثلا اللعبة التي تريد، مثلا هذه اللعبة سوف أنقر عليها وتنتظر قليلا حتى يتم تحميل اللعبة والدخول إلى واجهة اللعبة من أجل اللعب والاستمتاع بهذه اللعبة. ننتظر، هي لا تحتاج شيئا سوى الفأرة، يعني لا سوغي أي كلافي في بعض الأحيان. أنتظر حتى يتم تحميل الواجهة الخاصة باللعبة. هذا الموقع فكما ترون فهو موجود باللغة الإنجليزية واللغة العربية، تستطيع أن تقوم بتغيير إلى اللغة العربية من هنا، من هذه الأيقونة الموجودة هنا. الآن بدأ بتحميل اللعبة. في انتظار تحميل اللعبة سوف نقوم بالذهاب إلى الموقع الثاني، هذا الموقع بوكي. سوف أختار مثلا لعبة سابواي كما ترون، ها هي، هناك العديد من اللعب كما ترون، فهذا الموقع يضم كثير من اللعب. سوف نقوم باختيار مثلا سابواي، وأنصحكم بهذا الموقع بوكي لأنه خفيف جدا، فهو خفيف أكثر من الموقع الأول كما ترون. الآن الموقع الأول فهو قد تم تحميل الواجهة كما ترون، لكن شيئا ما ثقيل في التحميل. أما هذا الموقع بوكي فهو سريع جدا، عليك سوى سهل جدا. يمكنك اللعب بالفأرة، يمكن الذهاب هنا أو هنا. كما يمكنك مثلا كما ترون يمكنك أن تقوم بالطيران ثم حسنا جدا. الآن فهذه اللعب فهي موجودة على الهاتف كما ترون، فهذه جميع اللعب التي توجد هنا فهي يمكنك اللعب على الهاتف. سوف نختار هذه اللعبة التي أصبحت مشهورة شيئا ما كما ترون. فهذا الموقع فهو خفيف جدا، فيمكنك تحميل يقوم بتحميل الألعاب بسرعة، ليس كهذا الموقع لا زال يقوم بتحميل هنا. إذن الآن تم تحميل اللعبة، سوف نقوم بالدخول إليها. كما ترون فهو شيئا ما ثقيل. ننتظر، أما بالنسبة للموقع الأول فهو سريع جدا كما ترون.
إيه لقد خسرت. ويمكنكم اختيار الألعاب كما ترون هنا، الشطرنج، العديد من الألعاب. مثلا سنختار لعبة أخرى، نختار لعبة السيارات. دائما فهو يقوم بتحميل. ننتظر حتى يقوم بتحميل ونعود إلى، نعم لقد الآن فقد تم تحميل اللعبة في الموقع الأول، وكما ترون فيمكنكم اللعب. بالنسبة للموقع هذا الموقع فيه ألعاب متطورة شيئا ما، ليس كالموقع الآخر. الموقع الآخر فيه ألعاب شيئا ما صغيرة جدا. إذن كما ترون يمكنكم اختيار ألعاب أخرى من هنا. تنتظر حتى يتم تحميل هذه الألعاب من أجل معرفة اللعبة التي تريد ويمكنك اللعب فيها. إذن أتمنى أن يكون هذين الموقعين قد يفيدني البعض منكم، حتى للأصحاب الذين يريدون قضاء بعض الوقت ممتع والاستمتاع قليلا.